قولي لي بقى، انت قلتي النهارده عايزه اتكلم عن حاجه مهمه ومرض يخص الاطفال، متلازمه داون. داون صح كده، داون سيندروم او متلازمه داون. طيب يمكن اكون انا بصراحه يعني انا صريحه ما بحبش ابقى عارفه اللي هو لازم ابقى عارفه كل حاجه. لا مش عيب، انا مش دكتوره. عايزاكي تشرحي لي ايه المتلازمه دي، ايه اللي انا ممكن استفيده النهارده من فقرتي للاشخاص اللي عندهم المتلازمه دي. في بعض الامراض بنسميها متلازمات، متلازمه دي يعني بيظهر على الشخص يعني في الشكل بتاعه ما يساعدنا في تشخيصه للمرض ده. أوكي. يعني مش عايزين نقول اطفال الداون، مرضى الداون، لان ممكن تلاقي شخص كبير داون بيكون من صغره ولكن ما بنشوفهمش كتير، اصل الداون ده بيفضل لحد ما ربنا طبعا يديه مصلحه. معلش يا دكتور، معلش سامحيني، انا قاعده بتفرج على الشاشه وانا كمذيعه مش عارفه، فبالتالي اللي قاعد بيتفرج علينا مش عارف يعني ايه متلازمه الداون. داون دول بيبقوا في بعض الامراض الوراثيه والغير الوراثيه اللي بتصيب بعض الناس بيبقى مولود بيها، يعني هو مولود شكله شكل الداون. يعني ايه شكله شكل الداون؟ أيوة. يعني عارفه الشكل الصيني، العينين اللي بتبقى عامله ضيقه شويه، مسحوبه لفوق، الانف المفطوصه، عرفتهم الملائكه دول. ايوه يعني الملائكه بالظبط، من ربنا على طول بالظبط. انت هايله بالظبط، يعني اطفال الداون دول ملائكه ربنا مديهم احساس فظيع ومشاعر جياشه رهيبه، انه اول ما يشوفك من غير ما يعرفك محبه يجري عليك يحضنك ويبوسك ويبقى يعني يعني حب الدنيا كله، حتى مش عارف اسمك ومش عارفك، لكن اول ما يشوفك لازم يجي عليك يبوسك ويحضنك. وهم يعني ربنا يعني ميزهم بالعواطف والحب للي حواليهم كلهم، سواء يعرفهم او ما يعرفهمش، يختلفوا عن الاطفال العاديين. وبعدين في نقطه مهمه، الطفل العادي يعني ممكن طفل الداون يساعدني ان انا بكشف عليه اسهل من الطفل العادي، على الاقل هو هيعرف انت بتساليه في ايه فبالتالي هو هيجاوب. لكن دي نقطه مهمه، ان بيبقى في بعض اطفال الداون نسب الذكاء مختلفه. تمام، فدي نقطة مهمة. يا حرام. طبعا بتبقى مختلفة طبعا. ولكن اللي نسب الذكاء فوق نقول 70% او 60% 65% ده يعني بيبقى بيساعدني جدا في الكشف عليه. وبيساعدني اكتر من الطفل العادي. الطفل العادي ممكن يعند، الطفل الداون ما بيعندش، الطفل العادي ممكن يتعصب، الطفل الداون ما بيتعصبش، الطفل العادي ممكن يعيط، الطفل الداون ما بيعيطش، هو فرحان بيكي، هو يعني ربنا ميزهم بحبهم للناس، فبالتالي بيبقى داخل عليكي وهو فرحان بيكي. طب احنا هنعرف بس بعد الاتصال اللي حضرتك حبيتي نتكلم ليه عن اطفال متلازمه الداون. بس خلينا نقول الو. الو. ايوه. ازي حضرتك عاملين ايه؟ تمام الحمد لله، اتفضلي. انا مدام وسام، معايا طفل متلازمه الداون 4 سنين. اهلا بيكي. اهلا بيكي مدام وسام، يعني عرفتي احنا بنتكلم في الموضوع اطفال الداون. اتفضلي. اتفضلي. انا كنت ليا بس سؤال للدكتوره منى الاول قبل ما اقول حاجه. دكتوره منى، انا عندي مارتن على طول بصفه مستمره بيجيله برد، واول حاجه بياخدها هي ودانه، بتبقى تعبان جدا، فالدكتور بيعالج الودان مع دور البرد. نفسي اعرف هو بيبقى ليه اثر بعد كده. ده سؤال مهم جدا لبعض اطفال الداون. الالتهابات البرد والادوار البرد لما بتصيب طفل الداون بتبقى مشكله. ليه؟ احنا لسه بنقول دلوقتي ان هم عندهم مشاكل كتير في 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 صحتهم وجسمهم، مناعتهم ضعيفه، الالتهابات في جسمهم بتبقى عرضه اكتر للالتهابات اكتر من الطفل العادي، وبالتالي التهابات الاذن الوسطى بيبقى معرض ليها اكتر. أوكي. سؤال مدام وسام، انه التهابات الاذن دي هل مؤقته او مستمره او بتاثر، هل ممكن تؤثر على العصب السمعي؟ التهابات الاذن دي بيبقى ليها علاج طبعا، ده دور برد عادي. يعني خلينا نتكلم بالبلدي كده، ده دور برد عادي. أوكي. بالتالي اثناء ادوار البرد سواء كحه، عطس، حراره، اي اعراض لاعراض البرد، ارجوكم يعني الكلام ده لكل ام وكل اب، بلاش المايه الساقعه، بلاش الحاجات الساقعه، بلاش الحلويات، ده دور برد يعني مش
مش هقول واحد مثلا عنده سخونيه هديله شوكولاته، ما مش بقول حد عنده طفل عنده سخونيه يعني هيجري ويلعب ويتنطط ويعرق ويسخن. لازم نحافظ عليهم علشان التهابات الاذن الوسطى ممكن تكون بدون اعراض ظاهره، ولكن اختبار ضغط الاذن اللي هو عندنا عند السمع والاتزان ده اللي بياكد اذا كان في التهابات اذن وسطى، ارتشاح خلف طبله الاذن، ودي ده يعني معنى تاني لالتهابات اذن الوسطى. طب انت بتنصحيها ان هي تيجي لحضرتك ولا هي تمشي على التعليمات دي بس؟ لا طبعا لازم تعمل اختبار ضغط الاذن، ده الاختبار الوحيد اللي يبين اذا كان في ميه ورا الطبله او ارتشاح خلف الطبله. الناس بتتخض من ايه ده ارتشاح ميه ورا الطبله، طب ما احنا لما بيكون عندنا برد بيكون في ارتشاح في الانف صح. فعادي جدا. ولكن ايه علاجها؟ ما ينفعش مثلا ارتشاح خلف في الانف او ارتشاح خلف الطبله يجي يقول لك عمليه، لا، ان اي علاج بيبقى مؤقت، عمليه هتبقى مؤقته طبعا. فالحل ايه؟ ان احنا نبعد عن الاعراض الاسباب اللي ممكن تزيد الحاله زي المايه الساقعه والحاجه الساقعه إيه والحاجات دي. انا ممكن اتعايش مع الحاله لو انا لايف ستايل بتاع حياتي بالظبط زي ما حضرتك التعليمات اللي قلتي عليها، لكن لو عملت احتكاك او عملت ضغط في اللود في الحاجات اللي انا باكلها والايس كريم لا دي. لا بتزيد معاك طبعا. بلس بقى لو بينزل حمام سباحه ما هو بيتعرض لتيار هواء، يعني ميه البسين ده برده سؤال تاني، ان ميه البسين بتدخل جوه الودان، لا هي القصه مش في كده، القصه ان بتعرضيه لتيارات هواء، بتعرضيه انه ان البرد يزيد. طب ما هيخف ازاي؟ وبعدين بيبقوا فاكرين ان احنا بندي الدواء خلاص المفروض يخف، طب ما احنا بندي الدواء وبنعرضه لتيارات هواء. فلازم يعني ندي الدواء ونحافظ عليه، بيبقى اسبوعين، وبعد اسبوعين بنعيد اختبار ضغط الاذن عشان نطمن وجود لسه الميه خلف الطبله. احنا بنشكرها طبعا على مداخلتها، وبنتمنى ان انت تتوجهي للدكتوره، والمبادره ما زالت مستمره يا جماعه، مبادره الدكتوره منى العقاد. لكل اللي بيشاهد برنامج الطبيب او اي حد سمعنا يقول لاي حد من قرايبه واصحابه، هي بتستقبل كل الحالات بقلبها الطيب، كشف سمع، اختبارات سمع، اتزان، كلها مجانيه مع